بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 31 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بالشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. أم أنس من حائل استعرضنا سؤالا في حلقة الماضية، تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ: ما معنى كلمة المعصر في حديث النهي عن لبس الثوب المعصر للرجال؟ وهل يشمل جميع الملابس الحمراء للرجال سواء كانوا كبارا أم صغارا مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعنى المعصفر المصبوغ بالعصف، وهو نوع من النبات لأنه يكسب الثوب حمرة. ولباس الأحمر بالنسبة للرجال إذا كان أحمر خالصا إنه لا يجوز، أما إذا كان أحمر غير خالص، أن كان فيه خطوط من البياض أو من لون آخر، فلا بأس بلبسه وإن كان فيه شيء من الحمرة. جزاكم الله خيرا. من أسئلتها فضيلة الشيخ تقول: هل يلزم لبس الجوارب شراب الرجلين عند أهل الزوج؟ علما بأن هذه المرأة معهم في نفس البيت، ما توجيه فضيلتكم إلى من يتساهل في هذه المسألة؟ الواجب على المرأة ستر نفسها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها ولو كانوا من أقارب زوج، واجب أن تستر نفسها سترا كاملا بما في ذلك القدمان والكفان والوجه، تستر بستر كامل لأنهم أجانب، ولو كانوا من أقارب زوجها كإخوته أو أعمامه أو أخواله أو غير ذلك، لأنهم أجانب منها. تستر نفسها، تستر قدميها سواء بالشراب أو بالثوب أو بالعباءة أو بالجلال الكبير، المهم أنها تستر نفسها عنهم بأي ساتر مناسب، ولا تكون مكشوفة القدمين أو الكفين أو الوجه عندهم. جزاكم الله خيرا. لها سؤال أم أنس تقول لفضيلة الشيخ: هناك امرأة لها أطفال صغار وأحضرت لهم أرانب من أجل أن يعتنوا بها، وقد رأتهم يلعبون بهذه الحيوانات فعزمت على أن تطلقها في البر، لكن عندما جاءت إلى هذه الحيوانات وجدت هذه الأرانب قد ماتت، هل يلحق هذه الأمة الإثم في موت هذه الحيوانات، وماذا عليها أن تفعل الآن؟ لا مانع أنها تأتي بالحيوانات وتمكن الأطفال من اللعب بها، لكن إلى حد غير التعذيب. إذا كان في ذلك تعذيب لها إنه لا يجوز تعذيبها، وإنما يلعبون بها في حدود دون التعذيب، وبشرط أن توفر لها الماء والطعام ولا تتركها تموت جوعا أو تموت عطشا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا وفرت لها الطعام والشراب جاز أن تقتنيها، وجاز أن تمكن أولادها من اللعب بها إلى حد لا يصل إلى حد التعذيب. نعم. يبقى الشيخ صالح مسألة تربية الحمام وتطهيرها وقضاء الأوقات معها، أيضا نسأل عن هذا. لا، اللعب بالحمام لا يجوز لأنه من اللهو المحرم. نعم. وإذا أخذ عليها مسابقة فهذا من الميسر ومن القمار، يحرم أخذ العوض عن المسابقة بالحمام. نعم. أحسن الله إليكم. هناك امرأة اشترت لعبة أطفال من محل ولم تسدد الثمن كاملا، ومع إهمال من هذه المرأة مرت عليها فترة ثم رحل صاحب هذه اللعبة وانتقل إلى محل آخر، فتسأل ماذا يلزمها الآن علما بأنها لا تعلم أين ذهب في مكانه الجديد، وسبب الإهمال تقول هل النسيان، والثمن الباقي حوالي 20 ريال، الآن هي نادمة، ماذا تفعل في هذا المبلغ؟ عليها أن تبحث عن صاحبها، تسأل عنه، تدقق السؤال عنه، فإذا تعذر العثور عليه بعد السؤال وبعد البحث فإنها تتصدق هذه الدراهم على نية أن أجرها لصاحبها وهي تتخلص منها. نعم.
أختكم في الله شين الشمري من أبها، لها سؤال عن اللبس الضيق. تقول فضيلة الشيخ، ما حكم من تلبس الضيق الذي يبرز مفاتنها وتلبس الثوب الذي يبين نصف الصدر والثياب المفتوحة من الخلف؟ نريد من فضيلة الشيخ توجيه لهن، مأجورين. هذه من الكاسيات العارية المائلات المميلة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معه سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. الشاهد في قول الكاسيات عارية التي تلبس الضيق الذي يبين أعضاءها وأحجام جسمها، أو تلبس القصير الذي لا يستر رجليها وكفيها وقدميها، أو الذي يظهر منه صدرها أو ظهرها، هذه تكون من الكاسيات العارية المتعرضات لهذا الوعيد الشديد. فعلى المسلم أن تتوب إلى الله وأن تستر نفسها بالستر الكامل الضافي الواسع الذي لا يصف بدنها، حتى تكون من المؤمنات الناجيات من هذا العذاب والعياذ بالله. وإلا فإن النساء أشد فتنة في الأمة، وما أهلك الأمم السابقة في الغالب إلا فتنة النساء. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما تركت في أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لنسائهم ويقوموا عليهن بما أوجب الله عليهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وعلى النساء أن ينقذن أنفسهن من النار وأن لا يكن سببا للفتنة وحبائل للشيطان. عليهن أن يتقين الله في أنفسهن وفي المسلمين، فلا يكن سببا لفتنة المسلمين وسببا لوقوع العقوبات فيهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائلة للبرنامج أرسلت في مجموعة من الأسئلة. السائلة حصة عبد الله من المنطقة الجنوبية أبها، مستوى التعليمي. تقول: تذكر حديث فضيلة الشيخ عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تقول: ما هما العهد والوعد المقصود بهذا الحديث؟ العهد هو ما بين العبد وبين ربه، العهد الذي أخذه الله على بني آدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، كنا ذرية من بعدهم، فتهلكنا بما فعل المبطلون. في الحديث إن الله استخرج من ظهر آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعهد الذي بين العبد وبين ربه أن يعبده وأن لا يشرك به شيئا. والعبد يعاهد ربه في كل صلاة فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به، يجب عليه الوفاء بذلك. والوعد الذي وعد الله تعالى به هو أنه وعد المتقين بالجنة ووعدهم بالنعيم والسرور والخير في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. نعم. تسأل فضيلة الشيخ حفظكم الله عن الصلاة أمام النار الجمر الذي نستخدمه للتدفئة في فصل الشتاء، وما حكم الصلاة أمام الدفاية التي تعمل على الكهرباء؟ أما الصلاة وأمام الإنسان نار تتوقد من جمر أو من لهب، هذا مكروه. ذكر العلماء أن هذا يكره، أنه يستقبل النار، لأن في هذا تشبها بالمجوس الذين يعبدون النار، سواء كانت النار هذه في مدفأة أو في سراج أو غير ذلك. أما الكهرباء فهذا ليس نارا في الحقيقة، وليس نارا، وإنما هو طاقة كهربائية ليست نارا. فيجوز أن يصلي وأمامه اللمبة المولعة أو اللمبات، لا حرج في ذلك، لأن هذا ليس من النار. وكذلك المدفأة التي الكهربائية هذه مثل اللمبات تماما.
هي لمبة. أحسن الله إليكم شيخ. تقول السائلة من أبها: يوجد عندي نزيف حاد في لثة أسناني أحيانا، يأتي النزيف وأنا في الصلاة فأضطر إلى قطع صلاتي إلى أن يخف النزيف، فما حكم هذا العمل مأجورين؟ نعم، النزيف يقطع الوضوء أيضا، لا تصح الصلاة مع وجود النزيف إلا إذا كان هذا النزيف بصفة دائمة لا ينقطع أبدا، فهو مثل الحدث الدائم ومثل سلس البول، يتوضأ عند ما يريد الصلاة ويصلي ولو نزل منه شيء وقت الصلاة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. أما إذا كان هذا النزيف إنما يأتي في فترة في فترات متقطعة فإنه يبطل الوضوء ويبطل الصلاة، فعليه أنه يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. نعم. جزاكم الله خيرا. أخت أخرى سائلة رمزت لاسمها بفاء فاء فتقول: سؤالي فضيلة الشيخ عن الحيض، تقول بأنها إذا أتاها موعد الحيض وسبق ذلك آلام في بطنها ثم كدرة، هذه الكدرة تبدأ مثلا من الفجر حتى الليل ثم بعد ذلك ينزل الدم الطبيعي، تقول هل أصلي فترة الكدرة أم لا، علما بأنني لا أستعمل حبوب مانع الحمل مأجورين؟ الكدرة المتصلة بالحيض أو في أثناء الحيض، الكدرة المتصلة بالحيض قبله أو بعده، أو الكدرة التي في أثناء الحيض، كلها من الحيض، كلها من الحيض، فلا تصلي وقت الكدرة ما دامت أنها مرتبطة بالحيض فإنها منه وهي بدايته فلا تصلي فيها. نعم. تقول: في الصلاة عندما أرفع من الركوع وأريد السجود متى أكبر؟ هل عندما أنحني فضيلة الشيخ؟ تكبير للركوع وقت الانحناء فيما بين الركوع وبين القيام، وقت الانحناء يكبر للركوع. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل شحاتة من الرياض أرسل بمجموعة من الأسئلة يبدأها بهذا السؤال ويقول: أول ما يسأل فيه العبد عن الصلاة فإن صلحت صلح باقي العمل، ما المقصود بصلاح الصلاة يا فضيلة الشيخ؟ المقصود بصلاح الصلاة صحتها وأداؤها على الوجه المطلوب، لأن تكون صحيحة مستكملة لشروطها وأركانها وواجباتها، هذه هي الصلاة الصحيحة المقبولة التي إذا صحت قبلت وقبل سائر عمل. أما إن كانت الصلاة غير صحيحة إنها لا تقبل، وبالتالي لا يقبل سائر عمله، لأن الصلاة هي عمود الإسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول من أسئلته: ظلمني البعض من الناس وأنا لا أقدر عليهم ومع ذلك سامحتهم لله، هل شرط المسامحة أن أكون قادر عليهم؟ نعم، إن كان إن المسامحة لأنك لا تقدر عليهم هذه لا تعد مسامحة، أما إن كانت المسامحة لله سواء قدرت عليهم أو لم تقدر عليهم وإنما عفوت عنهم لأجل الله فهذا صحيح وهذا تؤجر عليه العفو عمن ظلم، والذين قال سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإذا كان عفوك لأجل الله فإنك تؤجر على ذلك، أما إذا كان عفوك عنهم لأنك لم تقدر عليهم ولو قدرت عليهم لم تعفو عنهم فهذا لا ينفعك، العفو إنما يكون عند المقدرة، أما العاجز فعفوه لا إذا كان من أجل عدم القدرة إنه لا ينفعه شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: تم استخدامي للعمل في الرياض في محل أدوات صحية، وجدت أن البضاعة بالمحل نوع موجود ونوع غير موجود سوى عرضي لعينات فقط، فإذا رغب المشتري في البضاعة غير موجودة أستلم منه القيمة ثم أقوم بشرائها من تاجر الجملة ثم أقوم بإرسالها للمشتري في نفس اليوم أو اليوم الثاني، هل في هذا العمل شيء؟ إذا كان هذا العمل فيه شيء ما حكم راتبي وماذا يجب علي أن أفعله؟ هذا فيه تفصيل. نعم. إن كنت تأخذ منه القيمة وتذهب وتشتريها بالوكالة على أنك وكيل عنه فلا بأس بذلك، أما إذا كنت تستلم القيمة على أنها بيع على أنك بعت عليه السلع وهي غير موجودة عندك فهذا لا يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. الحاصل أنه إن كنت تشتري له بالوكالة فلا حرج في ذلك، إن كنت تبيع عليه شيء أن ليس عندك ثم تذهب وتشتري فهذا حرام، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يا فضيلة الشيخ، دخلت المسجد فلم أجد لي مكانا في الصف
وانتظرت مدة فلم يحضر أحد، هل أصلي منفردا خلف الصف؟ لا تصلي منفردا خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة الفرد خلف الصف، وأمر من رآه يصلي وحده خلف الصف أمره أن يعيد الصلاة. انتظر حتى يأتي أحد، وإذا لم يأتي أحد وسلم الإمام فإنك تصلي وحدك وتكون معذورا وتؤجر على نيتك في حضورك للصلاة، لكن منعك العذر من الانضمام إلى الجماعة فيكون لك أجر من صلى مع الجماعة بالنية. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول: هل انتقال المسلم من بلده إلى بلد آخر من أجل الرزق عدم رضا بما قسمه الله له في بلده؟ لا، هذا من طلب من فعل الأسباب، هذا من فعل الأسباب لطلب الرزق، والله أمر بفعل الأسباب وشرع لعباده الضرب في الأرض، قال سبحانه وتعالى ليس عليكم، قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طلب الرزق مشروع، وأخبر أن من جملة الذين يخفف عنهم من قيام الليل ولو التهجد في الليل الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، قال سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يسافرون لطلب الرزق، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، قرن المسافرين لطلب الرزق مع الذين يقاتلون في سبيل الله، فدل على أن طلب الرزق والسفر لطلب الرزق المباح أنه أمر مشروع ومأمور به، وأنه يثاب صاحبه عليه إذا صلحت نيته وأراد بذلك أن يكفي نفسه ويكفي من يمونه عن الناس وعن الحاجة إلى الناس، وأن يتصدق من ماله إذا حصل على مال وينفق في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم. أم أنس من حائل تقول: يا فضيلة الشيخ صالح، هل النساء كحكم الرجال في المسائل التالية: في أجل انتظار الصلاة في بيتها وعلى مصلاها، في البقاء بعد الصلاة في مصلاها؟ ثانيا، إذا جلست تنتظر الصلاة فلها أجر المصلي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباع الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، نقل الخطى إلى المساجد، وإسباع الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، وهذا عام للرجال والنساء. نعم. في غسل يوم الجمعة والتطيب قبل صلاة الظهر من ذلك اليوم الجمعة؟ نعم، يعم هذا الرجال والنساء، ولكن في حق الرجال الذين يحضرون في صلاة الجمعة آكد، وكذلك النساء إذا كانت تذهب في صلاة الجمعة مع النساء ويجتمعنا في مكان للصلاة مع الرجال خلف الرجال، فإنه يستحب لهن غسل يوم الجمعة لأجل إزالة الأوساخ والروائح الكريهة. نعم. المسألة الثالثة تقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، في سنة قراءة سورة السجدة الإنسان فجر يوم الجمعة، كذلك تشترك الرجال والنساء، فيستحب للمرأة أن تقرأ بسورة السيدة وسورة هل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال لها تقول: هل يلزم من حقوق الأخوة في الله دوام الاتصال بهم والسؤال عنهم، علما بأن الأخوات كثيرات ولله الحمد، وأنا خائفة من التقصير في حقوقهن؟ نعم، هذا من صلة القرابة، الاتصال بهن في التلفون، السلام عليهم، سؤالهم عن أحوالهم، هذا من الصلة. نعم، ومن أنواع الصلة. أحسن الله إليكم. هذا سوداني إبراهيم ومقيم بالطائف، يسأل عن معنى قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نعم، فيه تحريم المرأة التي عقد عليها والد الشخص، فإذا عقد والدك على امرأة عقدا صحيحا فإنه لا يجوز لك أن تتزوجها بمجرد العقد. معنى قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ما عقد عليهن آباؤكم عقدا شرعيا
الشرعية. من جملة المحرمات، بل أول المحرمات في النكاح، منكوحة الأب، إنها تحرم على ولده وعلى ولد ولده إلى الأبد ما تناسلوا، بهذه الآية الكريمة. ولو لم يدخل بها الأب، مجرد العقد يكفي للتحريم. قوله سبحانه: إلا ما قد سلف، أي ما مضى قبل التحريم، قبل نزول الآية. إن كان في الجاهلية، كانوا في الجاهلية يفعلون هذا الشيء، فما مضى قبل نزول الآية فإنه معفو عنه، إلا ما قد سلف. نعم. جزاكم الله خير الشيخ. هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول: دخلت المسجد فوجدت المصلين في التشهد الأخير، هل أجلس معهم أم أنتظر جماعة أخرى؟ إن كان وراءك ناس وتعرف أن فيه ناس سيأتون فإنك تنتظرهم وتصلون جماعة، أما إذا لم يكن لم تعلم أن هناك أحدا سيأتي فإنك تدخل مع الجماعة فيما بقي من الصلاة. نعم. له سؤال في الفرائض يقول: توفي الابن فتنازلت الأم عن حقها لأولاده، ثم توفيت الأم، هل يرث أولاد ابنها في ميراث جدتهم، علما بأن لهم أعمام وعمات؟ توفيت الأم عن حقها لأولاده. نعم. توفيت نعم يقول: توفي الابن فتنازلت الأم عن حقها لأولاده. نعم. ثم توفيت الأم، هل يرث أولاد ابنها في ميراث جدتهم، علما بأن لهم أعمام وعمات؟ ليس لجدتهم ميراث، ما دامت تسامحت عنه ووهبته فإنه لم يبقى لها شيء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أختكم شين الشمري من أبها تقول: هل زوجة الأب المطلقة يجوز لها أن تكشف على أولاد زوجها الذي طلقها؟ نعم، زوجة الأب المطلقة تحرم على أولاده وأولاد أولاده ولو كان قد طلقها. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول الأخت في ثاني أسئلتها: يا فضيلة الشيخ، قرأت في أحد الكتب بأن ساعة الاستجابة يوم الجمعة هي في آخر ساعة بعد العصر، وأنا في هذا الوقت أتوضأ ثم أجلس متجهة نحو القبلة وأدعو وأتضرع إلى الله، ولكنني أخاف من أن هذا العمل فيه بدعة، هل هذا صحيح؟ ساعة في يوم الجمعة أخفاها الله عز وجل، فلا يدرى في أي وقت منه، لأجل أن يجتهد المسلم في كل اليوم، فإذا اجتهد في كل اليوم حصل على هذه الساعة وحصل على زيادة العمل في سائر اليوم، هذا هو الحكمة في إخفائها، مثل إخفاء ليلة القدر في شهر رمضان، من أجل أن يجتهد المسلم في جميع الشهر فيحصل على فضيلة الشهر وعلى فضيلة ليلة القدر. واختلف العلماء في تحري هذه الساعة، والذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، فإذا تهيأ المسلم وتوضأ وجلس مستقبل القبلة يدعو الله فإنه يرجى أن يصادف هذه الساعة وأن يحصل على هذا الوعد، ولا يعد هذا بدعة. أحسن الله إليكم. إبراهيم رافع إبراهيم من الجزائر يقول: ذكر بعض الوعاظ حديثا ويقول فيه بأن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة تولى الله قبض روحه في يده، إذا كان هذا الحديث صحيح أرجو التوضيح في هذه المسألة. هذا غير صحيح، ولكن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي بعد كل فريضة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، هذا هو الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن قراءة آية الكرسي دور الصلاة أنها سبب لدخول الجنة. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة السائل حاء من الرياض، يقول: فضيلة الشيخ، بأن الكافر عندما يوضع في قبره ويأتيه منكر ونكير يأتونه في صورة مخيفة ومرعبة، فهل المؤمن يرى منكر ونكير بنفس الصورة التي يراها فيها الكافر؟ الكافر لم يرد أنه يأتيه منكر ونكير، وإنما المنافق الذي يدعي الإسلام في الدنيا، إنه إذا جاءه منكر ونكير لم يستطع الجواب عندما يسألني، ومنكر ونكير يراهما المؤمن ويراهما المنافق إذا جاء لامتحانه بالقبر. جزاكم الله خيرا. علي محمد سعيد من السودان استفسر عن: إني خفت الموالي من ورائي من سورة مريم. خفت الموالي، زكريا عليه الصلاة والسلام لما كان لم يأتي الأولاد خشي أن لا يكون بعده من يقوم بواجب النبوة وواجب التعليم العلم وواجب الوراثة النبوية، فهو يريد من يرث، ولهذا
ولهذا قال يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني من العلم. ومعلوم أن الأنبياء رضي الله صلى الله عليه وسلم، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورث عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم. قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. قال صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. الذي خافه زكريا عليه السلام ألا يكون له عقب يقوم بواجبات النبوة من بعده ودعوة بني إسرائيل ونشر العلم فيهم، هذا الذي خافه عليه الصلاة والسلام. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وفي الختام تقبل